السلام عليكم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بغيت نقول أن المرأة هي تتكون حاضرة في هذه المواسم وهذا الشيء، وهذا الشيء ماشي حكر غير على الرجال، حتى المرأة عندها الحب نتاع الخيل وعندها الحب نتاع هذه المواسم وهذا الشيء. وشكرا لكم بزاف وشكرا لهذه التظاهرات، وكل طرحة إحساس زوين زوين بزاف، خصوصا أن حنايا عائلة وخا في المدينة وداك الشيء، ولكن جوجنا كانوا دايرين هادشي نتاع الخيل، وجدي كان منطقة سيدي حجاج. يعني انتي كبرة وسط الخيل؟ سيدي حجاج ولاد فارس. انا مزابية دوريجين. ما هزاش ولكن مزابية. يعني انتي كبرة وسط الخيل؟ وسط الخيل. شنو العلاقة اللي كتربطك بالعام؟ والعلاقة الحمد لله مني تزادينا، وحنا تنشوفوا العود وحنا كبرنا مع العود، علاقة زعما راه من الفاميلا صافي. لا صراحة جينا معطلين، ما جيناش من الاول. انت تعجبني صربتنا حنايا، كاينه الصربه تما الحمد لله، داكشي تيديروا تما زوين وتيشاركوا في الفقيه بن صالح. الحمد لله العلاقه قويه، بابا راه حتى هو راه ركاب تبارك الله، وجدي ركب الحمد لله. ان شاء الله حنا بدينا تنتعلموا في ليكيتاسيون داكشي باش تنعرفوا نركبوا حتى حنايا، جيل لجيل من جيل لجيل ان شاء الله غادي يمشي. ها ما عمر يموت. واسفين مدينة زوينه الحمد لله، زعما شارسه نيت مزيان الحمد لله، وجينا من مراكش باش نشوفوا هذا الشيء زعما شادين الطريق. حنا الشاوية عندنا الخيل، حنا اللي دينا هذا العام اللي فات، كاين فرقة ديال ولد القايد محمد وكاين ولد الشيخ، حنا ديما تنديو تيجيو عندنا صحراء وتيلعبوا عندنا الخيل، حنا ديما تنديو عندنا الشاوية. كاين ولاد فارس سيدي حجاج دوك ولاد مراح، كلشي حنا الصربة ديالنا تيلعبوا عندنا. وحتى اسفين مزيانة، دابا جيت أنا من مراكش باش نجي، جيت من مراكش أنا وولادي وداك الشيء. كاين هذا ولد الشيخ محمد هو اللي عندنا، ولد القايد محمد لا اللي كيمثلوا في دار السلام باشير. اي هاد الدراري كلهم ديالنا تيمشيو يمثلوا في دار السلام، وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد العام يقدروا يدوزوا ثاني يمشيو لدار السلام ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما جيت هاد الصباح، حنا انا خرجت من تما مع ديك تسعود تنجري باش نحضر لهادشي من مراكش والله العظيم انا ولادي. علاش؟ باش نشوف التبوريضه ونشوف انا هادشي عندنا من الوالدين وداكشي من جدودي وكلشي الخيل ديما الحمد لله. الحب ديال العود ديال اولادي النيت راه تيديروا دابا هادشي ديال الخياله، هذا النيت هذا اللي تتشوف فيه، وهاد البنت اللي دوات معاك تيديروا هادشي ديال الخياله، تيخلصوا عليها فلوس باش يتعلموها في مراكش. يعني انت ورثتيهم هاد الهوايه هادي؟ تماما. وجدهم النيت الوالد اللي هو الوالد ديالي كان تيدير هادشي ديال الخيل، والعود ديالنا كان تبارك الله ديما هو الاول مع الصربه ديال الشاوي يا سيدي حجاج. وغادي تبقى مستمر الى مدى الحال المكان العود غادي تمشيو؟ مازال دابا راه عندنا دابا داك الشيء في التليفون تيجبد الولد في المكان، غادي نمشيو تما ان شاء الله. كنا في الجديده دوزنا السيمانه، مشينا للجديده ودابا جينا لهنايا فهمتي، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يجي عندنا لمراكش، وغادي نمشي حتى للفقيه بن صالح وندور خريبكا تا خريبكا هادو بجوج ابار شاويه اللي هي بلادي فهمتي، ابار شاويه ولاد مراح. الله ينصرهم والله يعاونهم والله يكون لهم في العوان فهمتي، الله يكون لهم في العوان مع السير ديال العود وهاد المشاكل، الله يكون لهم في العون. ايوا دار ما تقدر تعيش دابا تا الدجاج ما تقدر توكلو عاد عاود تفرح عاد عاود الله يكون في العوان اليوم
انا هذه القضيه الله يكون لهم في العوان، تنتمناو الدوله تعاونهم شويه باش يمشيو كل شيء مزيان. سمعتي، تنتمناو الدوله تعاونهم باش يمشيو شويه مساكن في هذا الخيل وماكلتهم وشرابهم. راينا هو اللي كسب العود في هذا الوقت، راه غير صعيب تكسب العود في هذا الوقت، حيت انا راه العائله كلها الخيل وهذا الشيء وداز عندنا العود باش تكسبوا، راه ماكلته ونظافه والقمه ديالو كيفاش خاصك تتعامل معاه، ماشي يلحق ويكون بحال ما هكا. خاصك تنظم له الماكله ديالو، ما يفوت الوزن ما ينقص على الوزن. اسمعت يا ولدي، ما يفوتش الوزن وما ينقص على الوزن، تكون تتعرف تعطي بحال شي حاجه تدير ليها الريجيم، فهمتي؟ باش العود ما يفوت الوزن ديالو ما ينقص على الوزن، ديما تيبقى ديال التبوريضه، فهمتي؟ وشي مسائل اخرى ما خصوش يديرها، فهمتي؟ ما يمكنش فهمتي؟ هادشي اكثر مازال ولدك ما كلاش العود باش غادي العود هو كلشي، الهوايه ديال العود هو يكون قدام الدار مربوط. عنده في الدار كاين الربح في الدار. اه تمام. لا راه حنا كان عندنا العود راه مع الموسيقى تيبدا يشطح معاه، والله العظيم. ايوا الدوام لله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.